كل ضيف رح نحكي معه رح اعرف عنه واستقبله. اهلا وسهلا فيك هادي. حبيبه قلبي اشتقنا لك. لبس الرياضه اليوم سبورت سبورتيف. مزين بيتك بعلم الارجنتين؟ لا بس انت مع الارجنتين. مع الارجنتين بالفوتبول بس مزين بيتي بعلم لبنان بس. حلو كثير حلو كثير. مدامتك مع مين؟ مع البرازيل. وانت مع الارجنتين. ايه وبنتي مع فرنسا. كيف ظابطه معكم؟ ظابطه معنا انه هيك حلو انه منحرص لبعض وهيك يعني هضامه. مين بزرك اكثر للثاني؟ لا انا بزرك لها اكثر. ايه هي ما بتعرف تزرك كثير. ليه ارجنتين هادي؟ انا بتابع كثير فوتبول. من انا بلحق اللاعب اكثر من انه البلد. يعني انا قبل مثلا كنت شجع البرازيل لانه كنت احب رونالدو او كنت احب بفتره معينه كنت احب روماريو وبيبيتو فشجعت البرازيل. بعد قبلها كنت مثلا بحب ميشيل بلاتيني شجعت فرنسا. طب تلحق اللاعب ميسي. هلا ميسي ميسي فحابب الارجنتين او حابب هو يربح كاس. بس ميسي بيمسي عليكم شو بيقولوا صاحبي بنمسي عليكم شو قالوها هيدي بالمونديال بيمسي عليكم بس ما بعرف شو هي بس انه انا ما كنت زعلان لانه مستحيت على حالك يا هادي. لا ما زعلت ابدا لانه مقابل السعوديه. لا انا هذا الشيء انا صراحه يعني كنت علنا فرحتي انه المملكه العربيه السعوديه حققت هذا الانتصار وهذا الشيء يعني فرحني بالعكس. مثل بيقول انا وخي ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. حتى بالرياضه بقى انت مقتنع هالقد. لا بس انه حلو حدا عربي هيك انه تحسي بنشوه بتحس كانه نحن ربحنا. يعني انا بحس انه لانه عندي انا كثير قريب من السعوديه وعندي اصحاب بالسعوديه وعندي قرايب بالسعوديه فكانت فرحتي لا توصف صراحه. جمهورك اللي بتابعك بالفن بيعرف قد ايه انت عندك معلومات رياضيه ولا لا؟ ما بعرف. لا ما بعرف. لا يمكن. طيب شو رايك هلا هيك نعرفهم على هذه الرياضه؟ بتقبل نعمل تحدي؟ جاهز للاسئله؟ ايه اكيد. ليك بس اذا في شيء ما عرفته ما انا عم حط لك يعني العصب الدولي بروحك. أوكي. روحك رياضيه؟ اكيد اكيد. يلا ليك انا عم بسالك بس انا ما بعرف. مين محضر لك الأسئلة؟ شو كانت نتيجة المباراة النهائية لكأس العالم 2014 بين الأرجنتين وألمانيا؟ سريعاً 1-0 لألمانيا. منيح. كم هدف سجل ألبرتو فرنانديز مع الأرجنتين بكأس العالم 2018؟ ما بعرف هلا. سؤال فخ هيدا لانه البرتو ما في البرتو شو معقول انا مين البرتو؟ منه لعيب بالارجنتين. منه لاعب. هادي بمونديال ال 86 سجل مارادونا هدفه الاشهر ضد مين كانت المباراه؟ إنجلترا. الهدف كان بايده انجلترا. هدف إنجلترا. واحد بايده. هدف واحد بايده والهدف صحيح. الثاني هو الهدف الافضل هدف صنفه. معلوماتك قويه. افضل هدف بالعالم. برافو هادي. مين كان هداف مونديال ال 86؟ جاري لينكر. حلو برضه زقفي هادي. طب هادي نحن زقفنا لك انت بدك هلا تطلع لنا بشيء هيك من هالصوت الحلو للرياضه للمونديال. ما بعرف هلا للرياضه للمونديال ما عندي شيء محضر صراحه يعني. طب شو محضر؟ غني لك لالك شيء لانه الي زمان. ايه الي زمان ما شفتك ف اوكي. يا رابعه يا رابعه يا حبيبه الروح والعين وبحبك ما روان النبع والعين. اوف اوف. وعفت لجلك حوار البيض والعين ومعك علقت روحي بالهداي يا عبا ضن حالي. لا 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 هيدا جول. يا مسكين يا مسكين. هيدا جول قوي. حسن شرارة أهلا وسهلا فيك زميلنا بتلفزيون الجديد صحفي رياضي شهير ومعروف وخبير بالرياضة. شكرا. كنت تشجع البرازيل حسن وصرت تشجع إسبانيا هلا مع مين؟ لا مش هيك. انا حدا مني متعصب ولا بمطرح. بحب الفوتبول الحلو. اذا ماتش لحدا بحبه منه بالمستوى اللي بيمتعني
بقلب ما بحضر. بس شعوريا هيك عاطفيا بنروح على عند فريق معين؟ رح اقول لك ليه. مع البرازيل كنت اكيد بعدني بحبه على فكره، بس بسنه اللي بيتابع فوتبول بيعرف انه البرازيل اخذت سنه ال 2000 خيار انه ما بقى بدهم المتعه بالفوتبول، بدهم يربحوا كاس العالم. فاعتمدوا اسلوب جديد كثير بوقتها ما بيشبههم، وربحوا كاس العالم على فكره. قبل ال 2002 ربحوا كاس العالم على ايطاليا، وبعد منا كمان. يعني ما كانت البرازيل، وحتى بال 94 ذات الشيء صح، ما كانت البرازيل اللي بحب شوفها. بعدها بكم سنه عملت اسبانيا اللي كان عندها دريم تيم وقتها، برشلونه فريق يعني الحلم. يعني اللي كان عندها تشافي وانيستا وكازياس وبويول، اللي بيعرفوا فوتبول بيعرفوا هاي الاسماء قديش كتير حلوه، اللي فرجتنا فوتبول. حتى البرازيل عملوا بمطرح ما استدي، جمعوا مجموعه مدربين ليدرسوا فوتبول اسبانيا وفوتبول برشلونه، انه ليه تقدم عليهم. بقيت كذا سنه تابع الاسبان وبعدني بتابعهم. بحب البرازيل ترجع مثل ما كانت. باخر ماتش، باول ماتش لعبوه ضد صربيا، انبسطت، شفت البرازيل اللي بحب شوفها. اعطاك امل هيك ترجع انه ايه هاي البرازيل اللي بحب شوفها. هاي هي البرازيل، هاي هي السامبا. طب اسئله بدنا نشوف قديه، يعني قديه انا حانجح معك صراحه. ليكي بس بعد الكورونا ذاكرتي سلامة قلب. كلنا هيك على كل حال. حسن جاهز؟ يلا يلا. مين هو اللاعب الفرنسي المعروف اللي كان لقبه بيرولا نيجرا او اللؤلؤه السوداء الفرنسي؟ الفرنسي اللي كان يسمى باللؤلؤه السوداء جان تيجانا، بس هو الجوهره السوداء هو البرازيلي بيلي. حطينا لك سؤال فخ، برافو حسن. قبل كاس العالم 2022 مين صاحب اكبر عدد اهداف بتاريخ كاس العالم؟ الفرنسي راح الاسم عن بالي، كورونا. شو وضع الكورونا؟ بعدها مأثره. لا اكيد اكيد. قديم ولا جديد؟ لا قديم قديم. اشهر لاعب، اكثر لاعب هو الالماني. هو الالماني 16 هدف. ميروسلاف كلوزي 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 كلوزي. انت صح لفظت صح. ميروسلاف كلوزي. ما عليه، ليك ما في شيء شخصي حسن. هو بس هيك اسئله وديه. ليك هو الفرنسي فونتين، بعتقد اذا ذاكرتي منيحه هو سجل ببطوله وحده اكبر عدد. هو حسن انا فكرت انه اكثر لاعب سجل ببطوله وحده. عم نحكي عن فرنسا. ناتالي نصر الله اهلا وسهلا فيك، انت مشجعه لفرنسا صح؟ زوجك مع مين؟ جوزي مع البرازيل. سو بصير في كثير اكشن وحماس اكيد. يعني من زرك لبعض بصير الحماس اكثر. وصلت للطلاق شي مره؟ طلاق بعد لنشوف على الفينال. لما يحب اذا وصلوا فرنسا وبرازيل فينال معقول نوصل للطلاق. ان شاء الله. لا دخيلك. ما بدنا نسمع بحالات طلاق بسبب المونديال. بتحبي تحضري فوتبول عاده؟ بتتابعي او بس بالمونديال؟ انا بس بالمونديال بتابع. بحب اجواء المونديال، الاجواء كيف بتكون، كيف العالم كل حدا عم بشجع فريق، سو هيك فيها بوزيتيف فايبس. بتشوفي الكافيهات مليانه، العالم عم بتحمس، سو اتس نايس. انت ليه بتحب فرنسا؟ صراحة بحب لعبهم، وبموديل 2018 ربحوا. وبحب كثير اللاعب امبابي. يعني انت مع الواقف مع الرابح؟ مع الرابح بس. وانا معي جنسيه فرنسويه، سو بحب كثير فرنسا. يعني هيدا تعصب، يعني لبنانيه فرنسويه. هيدا تعصب يعني خلص مبرر. بتعرفي بالفوتبول؟ بعرف هيك ان جنرال بس ما كثير يعني بعرف. هيك حدك الكابتن عباس بيقدر يساعدني. بغششك ما في مشكل، فيك تغششها بس ما تسمعنا قلنا. يلا رح اسالك سؤال، كم مره ربحت فرنسا كاس العالم ناتالي؟ مرتين صح؟ شو صح؟ مرتين طبعا. برافو كثير منيح. برافو برافو. قدام مين خسرت فرنسا المباراه النهائيه لكاس العالم عام 1998؟ 1998 قدام مين خسرت فرنسا؟ ربحت ما خسرت. ايوه غششك هو. برافو عباس، شاف العباس. لا بس ما بعرف انا خليك حد ناتالي.
شكرا لك، مكملين ورح ننتقل لعند مايا نعمه. مايا كيفك انت والفوتبول بشكل عام؟ هون في طلاق وزواج، هون في طلاق. خلينا رايقين. مايا مع مين؟ عم بكشف لك انا. مايا انت مع مين؟ انا مساء الخير اول شيء. مساء النور. انا من انا وصغيره مع البرازيل، بس من اول ما تجوزت انا صرت مع المانيا. ليه؟ لانه شربل بيتابع وبيشجع. لا بدك تخبيها قصه السياره. لا بلا. شربل كثير بحب المانيا. شو خص الحب والزواج بالمونديال بارائك الكرويه؟ صح. مره كنا عم نتعشى وكانوا حاطين لعبه فوتبول، فكان برازيل عم تلعب وانا كثير بتحمس، انا بحب فنهم كيف بيرقصوا الطابه ويا خصوصا انك انت بترقصي فبترقصي معهم. بحب الفن، ايه بحب اللعب بالفن. فاول مره تطلع فيي هيك اوكي، ثاني مره تطلع فيي هيك، ثالث مره حسيت حالي اذا بعد بحكي كلمه عن برازيل ما بعرف شو بصير. فرحت هلا على قطر، كان عندي تور، لبست جيرماني من فوق لتحت، وكل الفيديوز على تيك توك انا مع مين؟ مع جيرماني، مع المانيا. يا بس هيدا كذب يعني. هلا هو بيعرف انه بقلبي، يعني امبارح يعني بقلب برازيل، القلب مع السامبا وبالشكل على التيك توك مجامله هيدي سياسه رابعه. مايا لعبوا البرازيل والمانيا، نعم، وصلوا للنهائيات، شو بتعملي هون؟ هلا انا وشرب الايد وحده وهو كثير متفاهم يعني، فبخليني شجع برازيل وانا ما بزيد عليه، يعني ببلش زرك عليه، بزرك عليه، اذا ربحنا يعني بجرب ادعمه قد ما فيي روحيا ونفسيا وكل شيء يعني. بس وين عم تحضري المباريات؟ خصوصا انه السنه تلفزيون لبنان ما نقل، حرم اللبنانيين للاسف حرمونا من مشاهده الحدث الاكبر اللي بيعني كل الناس، المونديال، كاس العالم. هلا انا ما عندي وقت احضر تي في من ورا شغلي، فبس دائما عنا على التليفونات يعني من ورا تلاميذي او شربل يعني بالليل هيك منتابع شوي، لانه مننام بكير بنوع بكير، ف على الفون يعني على التليفون. عاملي هاك على شيء ولا عادي يعني؟ هاك. هون هاك يعني قرصنه لهدف نبيل اللي هو نعم. لا بروح رياضيه هون. بروح هلا بجنوب عند اهلي وبابا كثير بيتابع، عنا الاشتراك وسكرين كبيره لما ننزل على جنوب، بس ببيروت يعني هيك لما بنحضر ما كثير بنتابع. كيف معلوماتك الكرويه مايا؟ زيرو زيرو. بعرف رونالدو ونيمار، هيدول اللي بتعرفيهم بس، وبيلي لانه حضرت الدوكيومنتري وكثير حبيته وتاثرت، بس عدا هيك بدي مساعده الجماهير بليز. يلا جاهزه للاسئله؟ مايا طبعا. مايا طبعا بكل جاهزين الشباب معك. مين حارس مرمى البرازيل؟ في اسهل من هيك سؤال؟ مين؟ حتطلعي فيي ما رح اغشك. ما بعرف. اليسون. بس مين اللي غشة؟ أليسون بكر. مين اللي غشة؟ أنت. والله أنا عندي عليك، في عندي عليك. السؤال الثاني، قدام مين خسرت ألمانيا 7-1 بكأس العالم 2014؟ هيدا سؤال فخ. لا. أيوة شو يعني؟ شو النتيجة؟ أعطينا الجواب. 7-1. 7-1. 7-1. خسرت البرازيل. إيه قدام مين؟ قدام جيرماني. قدام ألمانيا. مين ربح؟ برازيل. حرام ضيعي. برافو. ما توتروني رجع، عم تصعبي. ربحت هي المانيا يعني، هو سؤال فخ. 7-1 ربحت المانيا. المانيا يا الله عم بتوتر. رح يزعل منك شربل كثير. ظهر هي كورونا. بيبي اي لاف يو اي لاف يو اي لاف جيرماني. بس مايا امك روسيه. نعم. بال 2018 صار المونديال بروسيا، ما حن قلبك هيك دمك لتشجعي بالبلد بلد امك؟ اكيد اكيد حن يعني، بس انا بتذكر هي السنه ما حضرت وقتها، ما بعرف كنت مسافره فما تبعت يعني، بس اكيد لو كانت روسيه اكيد كنت معها. عباس عطوي، الكابتن عباس عطوي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. بتقول عباس الطريقه اللي بحمس فيها اللبناني بالمونديال بكره القدم غير كل الشعوب، كيف؟ مثل ما الكل شاف بمونديال قطر، في شباب لبنانيين راحوا على قطر وساعدوا القطريين انه على التشجيع، علموهم التشجيع وهن قالوا فتره 3 اشهر. في كثير ناس وقفت ضدهم لهول الشباب، مع انه انا ضد هيدا الشيء. اللي ليه وقفوا ضدهم؟ انه اعتبروهم انه راحوا مثل كانهم اشتروهم، او بمعنى بهيدا المعنى يعني. ليه هيدا شغل اول شيء؟ شغله ثانيه، البلد اللي راحوا عليها هي بلد عربيه. نعم. واكيد هيدا حلم لكل شخص انه يروح يحضر كاس العالم، ف
فهن الشباب اجاهم انه شغل وبنفس الوقت يحضروا كأس العالم. ومثل ما شفنا بالمباراة الافتتاح كان التشجيع الحضاري كثير، وكثير تشجيع حلو للقطريين. هن اسمهم التراس، المنتخب القطري العربي شيء هيك كانوا مسمينهم. والشباب كانوا كثير 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 منظرهم حلو، حتى التشجيع كان كثير حلو. طبعا بس برايك اللي بهاجموا اللي هاجموا هالشباب اللي راحوا لاسباب شو؟ سياسيه؟ صراحه ما بعرف طائفية. ما بعرف انا بالنسبه لي ما يعني بالنسبه لي بس يكون في رياضه ما بفكر بالسياسه ولا بالطائفه، لانه هي الرياضه بتجمع ما بتفرق. هوليك الشيء انت ما بتفكر سياسه بس انا ما بفكر. هن فكروا شو ما فكروا، بالنسبه لي انا هول الشباب عملوا شيء كثير حلو. اول شيء للبنان، لاسم لبنان، انه في شباب بتجي عندهم شيء منيح، ممكن تفتح لهم طرق جديده كمان هن يكون عندهم شغل برا. طب غير هيدي الحادثه، غير هيدي المشاركه بشكل عام، اللبناني بيربط كره القدم مع السياسه واحيانا بياخذها على الطائفيه. انا ما بدي ادخلك لك لانه أوكي. انت خارج هيدا الموضوع، بس الواقع هو هيك. يعني اذا بتفوت هلا على تويتر وبتشوف كيف، بتعرف انه خلفيه هالتشجيع هو خلفيه سياسيه. لكن نحن بلبنان ما بنفصل السياسه عن شيء. هالقد حلو الرياضه خلينا يعني نحكي بتجمع الكل. خلينا نحكي الشيء اللي نحن عايشينه ببلدنا هون. اللي قلتيه انت مزبوط وصح، نحن عايشين هيدا الشيء، واكيد للاسف نحن عايشين جو الرياضه والسياسه والطائفيه داخلين كلهم ببعض، وهذا الشيء اللي نحن ما عم يقدر يخلينا نتطور ونوصل لمحل مثل الفرق العربيه او المنتخبات العربيه اللي هي عم تتطور ونحن عم نرجع لورا. ما حقول اكثر من هيك. نحن كرياضيين مظلومين من وراء هذه السياسه اللي نحن عايشينها ومن وراء الطائفيه اللي عايشينها. انت مع البرازيل عباس؟ صح. بعدك مع البرازيل؟ انا ما بغير. لعبوا لحد هلا حلو كثير. لعبهم كثير حلو سحر. وقدموا مباراة يعني من بالدور الاول من احسن المباريات امام سوريا. انا مبينه مع مين لما عم بسال؟ مبينه مع البرازيل. مع مين؟ مبينه هواية برازيلي يعني. جاهز للاسئله عباس؟ يلا. امام مين خسر الفريق البرازيلي المباراة النهائية لكأس العالم 1970؟ لا يا عباس 1970 شو؟ لا يا عباس ربح البرازيل 70. ايوه سؤال فخ لانه المنتخب البرازيلي ربح كاس العالم امام ايطاليا 1-4 عام 1970. عم بتقلي هادي فيش عندك معلومات؟ انت اكثر واحد فينا هادي عندك معلومات. لا مزبوط معروف. اي سنه صارت فيها اول بطوله عالميه للفوتبول تحت مسمى كاس العالم؟ اول بطوله 34 34 لا 30 او 34 30 لك يا عمي شو هالهادي. اوروغواي اوروغواي ما هيك؟ صح هون معلومات. يلا رجعين لعندك عباس. سنة نصر الاعلاميه زميلي اهلا وسهلا فيك. كيفك انت والفوتبول؟ توب. لبسي اخضر ليه؟ انا بحب البرازيل والسعوديه. حلو انه انا مع بلد عربي اكيد مين ما كان يكون. بعد ما ربحت صرت تحبيها او لا قبل؟ لا ما صرت حبها، ما حضرت الجيم اصلا. شو مع السعوديه كيف بحب؟ ما احنا عم نحكي عن فوتبول بلد عربي. ما تابعت لعبهم كيف؟ لا انا ما كثير تقنيات. لا انا ما كثير، انا بحب الباسكت اكثر من الفوتبول. بس اذا في ماتش مثل يعني من كم يوم كنت عم بحضر، اذا لعبت المانيا بحضر، لعبت البرازيل بحضر، لعبة فرنسا بحضر، يعني بحب احضر. تفهمين باللعبة او بس ابدا؟ واذا سالتيني ما راح اعرف جاوب على ولا سؤال مسبقا، بس اكيد انه اذا في بلد عربي انا معه، اذا طلع لبرا بصير مع البرازيل، بس انا مع اللعب الحلو، يعني اذا البرازيل هالمرة ما كانت موفقة وما عم تلعب حلو برجع بصير مع يعني بحب احضر لعب حلو. انه لا ابن عمي من البرازيل ولا خيي لما تحضري ماتش خاصة اذا اللي حد بيتحرقصوا، يعني اذا مين بيتحرقص معك؟ هيك خبري. اصحابي اولادي اهلي. يعني اولادك مع مين؟ اولادي كانوا عندي حدا ايطالي، عندي حدا برازيلي، انه مقسومين يعني. بس انا بحب دائما حرقص، يعني بعرف في اصحاب الشباب رفقاتي مثلا كثير المانيه، انه وقت خسرت المانيا متت انه حرقصهم
كثير بنبسط حرقس. تحرقسوا منيح؟ وكيف تحرقسي؟ كيف طريقتك يعني؟ اصلا ليك فرحتها هي وعم تقول انا بحرقس. انه شو كل عمري، لانه كنت بصراحه انا وصغيره، مش كثير صغيره يعني، حتى لعمر لتجوزت يعني، كنت انا عندي فرقه تشجيع يعني، انا شو بقولوا نحمس. حلو، كان فيك تروحي لكان على قطر انت تاخذي فرقتك وتروحي، بس اعمل قويلات والميكرو وانه هيك ستيل بص وشوف يعني. انت مره عملتي برنامج سنة كنت تلبسي كمان، انا باللوتو كنت دائما يعني شو ما في بالمونديال. ايه؟ هلا من 4 سنين انا ما كنت باللوتو، بس قبلها من 8 سنين كان شو ما في جيم لفريق البس مثلا المانيا، حط بريوك شقره، البس ثياب المانيا، ثياب الفريق يعني بقى. وعملت مره بتلفزيون لبنان كمان بروجرام جوائز والعاب مع المونديال، الله يرحمه جان كلود بولوس، انا وإلي سعاده، كان بروجرام كثير مهضوم. طب انت عم تقولي فيكي تاخذي ناس وتشجعي، كيف؟ طيب اعطيني هلا اذا بدك تشجعي مثلا شي جيم. القويلات مثل ما كنا نسميهم على ايامي، عم بحكيكي يعني انا اليوم عمري 50، كان عمري يمكن 15 يعني من 35 سنه. اكيد تغيروا. عرفتي انه كنا ما بعرف يعني حتى، بس انه كان بتذكرك في شيء اوبيلينو مدري شو، او كان قصص يعني هيك نحمس، بس كنت حمس الباسكت. هلا مره نزلت على ملعب المدينه الرياضيه وحضرت، ما بعرف باي سنه، اذا حسن فيك تساعدني وقتها، لعبوا لبنان مع بلد مش لبناني، كوريا جنوبيه، مع كوريا. انا رجعت سافرت معهم على دبي او بالباسه، كنت انا معهم. ايه؟ يا دبي يا ابو ظبي كمان حضرنا ابو ظبي. ابو ظبي ابو ظبي كنت انا بالمنتخب وجينا. كان عباس كنت؟ ايه كنت بالماتش كوريا، انا جبت جول ثاني. يعني انت شجعتي وحمستي. ما كنت عارفه انه عباس اللي جاب الجول. لا اكيد نسيت بوقتها، كنت عارفه، وكنت حتى انا اعمل ببرنامج الاذاعه على الراديو سنه ورا سنه. نعم. كنت اطلع استقبل، ما بعرف اذا يمكن طلعت معي مره على التليفون، بس انه يعني انا دائما بشجع لانه بحب كثير الرياضه. حلو. سنه جاهزه للاسئله؟ لا. يعني بصراحه جاهزه للاسئله؟ لا بس رح منك جاهزه؟ لا بس طب يلا سيستم بروجرامك ما رح اقول لك لا. رح اسالك سؤال واحد. أنا لو عارفة في أسئلة ما جيت. بس أليا في فخ ولا بلا فخ؟ شو عدد المنتخبات اللي بتشارك بكأس العالم؟ قد عددهم؟ هيدا هو 32. 32 أخذت من حسن عمل لك هيك؟ أكيد لا. أكيد لا، ما لحقت شوف حتى، عيوني ما برموا، دغري 32 سؤال لأنه هين. كثير بسيط. كثير هين. هي شيء هيك شيء على الخفيف. ميرسي رابعة، ميرسي.